بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته الى الابد امين. انجيل هذا القداس لهذا الصباح المبارك من بشارة انجيل لمعلمنا يوحنا البشير اصحاح 16، بيقول كده السيد المسيح بفم مطار: الحق الحق اقول لكم انكم ستبكون وتنحون والعالم يفرح. انتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. لأن احنا هذه على هذه الأرض يعني في كرة البكاء والحزن والتعب، لكن فوق هي كرة بيقولوا عليها كده الذي هرب منها الحزن والكآبة والتنهد. والسيد المسيح لما وعدناش أن الأرض يعني تكون مفروشة بالورد والراحة، ما وعدش تلاميذه بالمجد على الأرض، لكن هو أعطاهم الكلمة الصادقة أنهم في العالم سيكون لهم ضيق، لكن مع ذلك قال لهم ثقوا أنا قد غلبت العالم. قال لهم أنهم العالم يفرح بأفراح العالم، لكن إحنا كأولاد الله نحزن وهذا الحزن في النهاية يتحول إلى فرح. طبعا الفرح هو فرح روحي، لأن هناك فرح بالخطية وده الذي لا نقصده، وفرح آخر ليس فرح خطية أو بالخطية لكن أفراح العالم المادية، زي واحد يفرح بأكل بشرب بلبس بشوية فلوس شوية مقتنيات ممتلكات، دي أفراح العالم. زي ما الابن الأكبر لما رجع من الحقل ولقى أبوه بيحتفل بالابن اللي كان ضال، قال له لم تعطيني جديا لأفرح مع إيه؟ مع أصدقائي، دي أفراح العالم. لكن الفرح الذي نقصده هو الفرح الروحي، الفرح في الرب اللي قال عليه بولس الرسول افرحوا في الرب في كل حين وأيضا أقول لكم إيه؟ افرحوا. كلنا نحتاج إلى الفرح وكلنا نشتاق إلى الفرح. عشان نفرح أول حاجة نعيش حياة التوبة. الخطية تمنع الإنسان من الفرح، والإنسان التائب يعيش حياة الفرح الحقيقي. اللي يعيش حياة التوبة الدائمة يكون قلبه فرح حتى لو كان في حزن، زي بيقول عليه الكتاب حزنكم الذي حسب مشيئة إيه؟ مشيئة الله ينشئ توبة للخلاص. يعني الإنسان اللي يحزن على خطيته ده حزن كويس، ده حزن بمشيئة ربنا. اللي يحزن على خطيته في النهاية يتحول هذا الحزن إلى إيه؟ إلى فرح. وبيقول سفر الأمثال بكآبة القلب يصلح بكآبة الوجه يصلح القلب. مش معنى إن الواحد كده يكشر في وش الناس ويقول أنا عشان أقدم توبة لازم أكون عابس الوجه ومكشر. كآبة الوجه في المخدع، الواحد يحزن على خطيته فينصلح قلبه ويتنقى ويخرج للناس في بشاشة وفرح. أول حاجة تجلب الفرح هي حياة التوبة. تاني حاجة تجلب الفرح هي الوجود في حضرة ربنا. المسيح قال لهم كده في نفس الإصحاح اللي احنا قريناه، قال لهم لكني ستتكبدون حزنا. حزنا بمفارقة المسيح لما يشوفه بيتألم وبيصلب ويفارقهم بالجسد، لكن في الآخر قال لهم إيه؟ بعد قيامته هيشوفوه، ولكنني سأراكم أيضا فتفرحون ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وهو ده اللي حصل يوم القيامة. يقول كده في يوحنا 20 بيقول ولما رأى التلاميذ الرب فرحوا، ولما رأى الرب فرحوا تنفيذا للوعد اللي هو قاله لهم ان انا منكم سترون ساراكم ايضا فتفرحون ولا ينزع احد فرحكم منكم. الوجود في حضره ربنا مفرح. الانسان اللي بيصلي يفرح، واللي يجي بيت ربنا يفرح، زي ما بيقول المزامير فرحت بقائلين لي الى بيت الرب نذهب. ربنا ما يحرمناش من فتحه الكنيسه، من فتحه باب الكنيسه،
واحنا هو في كنيسة العذراء بنتشفع بالعذراء، كنيسة العذراء الزيتون، وبنقول لها اجعلي أبواب الكنيسة مفتوحة أمام كل المؤمنين، ما تسمحش يا رب أن أبواب الكنيسة يتقفل في وشنا تاني. الوجود في حضرة ربنا تفرح، في بيت ربنا يفرح، الوجود في عشرة ربنا تفرح. حاجة كمان تفرح الإنسان اللي يعيش القناعة والرضا يفرح، اللي يعيش مكتفي باللي عنده يفرح. الإنسان الدائم التذمر ما يعيش حياة الفرح، يبقى على طول متمرد ومتذمر. لكن ممكن يكون إنسان واحد مليونير وملياردير ومش قانع باللي عنده، ما يشعرش بالفرح. لكن الإنسان اللي عنده التجرد وعنده الزهد واللي قانع باللي عنده، زي ما قال أغسطينوس، جلست على قمة العالم حينما شعرت إني لا أريد شيئا ولا أخاف شيئا. الإنسان اللي مش عايز حاجة ربنا اداله يفرح، كان في عوز شوية بيبقى برضو فرحان وقانع وراضي. المغفرة للآخرين تفرح. شوفوا كده حال داود وهو رايح عشان ينتقم من نبال اللي كان تعبه، وشوفوا بعد ما قابلته أبي جايل زوجة نبال ورجعته عن غضبه، وخلاص داود رجع وغفر. شوفوا الحال ما بين قبل المغفرة وبعد المغفرة. مساعدة الآخرين تفرح، والعطاء يفرح، المعطي المسرور يحبه الرب. واحنا النهاردة بنحتفل ب25 سنة على نياحة أبونا قوموس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون. نياح يوم 20/7/1996، النهاردة 20/7/2021، 25 سنة على نياحته. أبونا قوموس بطرس جيد كاهن كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، مؤسس خدمة لجنة البر بالكرازة المرقصية، اللي احنا بنشعر بعملها مش بس في الزيتون، بكل المناطق المحيطة بنشعر بثمرها الحلو على كل الغلابة في المناطق المحيطة وفي كل الكرازة. مؤسس خدمة لجنة البر بالكرازة المرقصية، أستاذ علم الوعظ بالكلية الإكليريكية والمعهد العليا، عضو المجلس الإكليريكي والمجلس الملي العام. سيما قصا في 12/7/72 وقموسا في 14/11/75. زي ما بقول لكم الإنسان الذي يعطي يفرح، زي أبونا بطرس كده اهتم بالغلابة، أسس لجنة البر، وزي ما قلت لكم المعطي المسرور يحبه الرب. فرق أعطى المساكين، لذلك بره يدوم إلى الأبد. شوفوا ذكر أبونا بطرس. أتذكر وأنا في سن إعدادي قريت كتابين من أجمل الكتب الحلوة اللي بتتكلم عن العطاء، كانت كتب مطلعها الكنيسة هنا في على ما أتذكر، كانوا كتابين كده جزء أول وجزء تاني عن خدمة لجنة البر، وكان الاتنين شكل واحد بس اختلاف في اللون فقط. وكنت في سن ساعتها إعدادي أو ثانوي، وقريت بقى قصص جميلة عن عمل الرب في الإنسان اللي هو يريد أن يعطي ويريد أن يفرح الآخرين، زي ما بيقول الكتاب فرحا مع الإيه؟ مع الفرحين. هو فرح الكثيرين وهو كمان فرح، وكمان الكاهن يفرح بعمله مع أولاده، زي ما قرينا كده من شوية يوحنا الحبيب في رسالة الكاثوليكون، أول حاجة بيقولها إلى غايس ابنه بيقول له أروم أن تكون موفقا ومعافى. أفرح بفرحك، أفرح بنجاحك الروحي والعملي وكل حاجة، وأفرح بصحتك وأنك تكون معافى وموفق في كل شيء، كما أن ترك نفسك مستقيمة. شوفوا كمان يقول إيه، لأني فرحت جدا إذ حضر الإخوة وشهدوا ببرك. الكاهن يفرح بثمره وبخدمته، زي ما أبونا بطرس كده كان بيفرح بأولاده. ويقول ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي إنهم يسلكون بالحق. الكاهن اللي يتعب ما
مع أولاده يفرح بثمر الخدمة وإنهم إيه؟ إنهم يسلكون بالحق. وأيضا الذين يزرعون بالدموع زي كل الأبهات الكهنة اللي بتتعب من قلبها، بتتعب وبتزرع على هذه الأرض، بتزرع بإيه؟ مش بالمية، ده بتزرع بالدموع وبالكد وبالغيرة المقدسة، لأن من ينقذ من يرد خاطئا عن ضلال طريقه ينقذ نفسا من الموت ويستر كسرة من الخطايا. أبونا بطرس الآن يفرح فرح بقى فرح كامل في الأبدية أو في الفردوس، مهما كانت الأفراح الروحية على الأرض بنفرح بيها، لكن برضو هذا لا يقاس بفرح الفردوس اللي اتقال عنه ما لم تره عين ولم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عدا الطلاب الذين يحبونه. تعيشوا تفتكروا، وبنقدم المشاركة وبنقول للأبهات الكنيسة القدس أبونا بطرس، تعيشوا تفتكروا كل أباء كهنة كنيسة العذراء بالزيتون ولكل الشمامسة والشعب، ربنا ينيح نفس قدس أبونا بطرس جيد، ينيح نفس مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث وكل الذين سبقونا إلى الفردوس، ربنا ينيح نفسهم جميعا وتعيشوا جميعكم وتفتكروا، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.